السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. كنتمنى يلقاكم بألف خير. فيديو جديد وفلوق جديد مليء بالحماس والطاقة الإيجابية إن شاء الله. هاد المرة من الرباط، أنا في طريقي دابا للرباط سنتر، غندير دويرة نشوف الجديد وغنتلقى ناس عزاز عليا وهنتوما معايا. قبل ما نخليكم مع تتمة الفيديو، الناس اللي باقي ما اشتركوش معنا في القناة ضغطوا على زر الاشتراك وشجعونا بلايك طبعا اذا عجبكم المحتوى، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا يلا وصلت، هذه هي الدخله ديال المول، فيها بيرشكا. غندير واحد الدويره في كيتايا بعدا. شوفوا معايا الجديد اللي جايبه كيتايا، الوان روعه والموديلات ديما كاين الجديد. غندخل كيطو لي كوبر نشوف شنو كاين عندهم. لقيت دي زارتيكل زوينين بزاف، غنوصل للدار ونبارطاجيهم معاكم. هنا كنت لقيت صاحبتي، جلسنا شويه خدينا القهوه ديالنا. وهنا قبل ما ننسى غادي نقول لكم بمناسبة 8 مارس عيد سعيد لكل نساء العالم. انا رجع للدار غنوصل ونبارطاجي معكم
محمود قدس من رباط سنتر. انا وصلت للدار وقبل ما نبارطاجي معاكم شنو تقطيت بغيت نوريكم هذا الكادو اللي وصلني من عند صاحبتي عجبني بزاف تري شيك غنحلو معاكم دابا غندوز نوريكم شنو شريت من مروه خديت هذا الصاك ستيل زوين وجديد غنحلو لكم تشوفوه من الداخل كيفاش داير وخديت اوسي هاد لو بونطالون نوار اللي يقدر يتلبس مع اي حاجه
من كيتو الصراحه خليت بزاف ديال لي زارتيكل منهم دي جيلي بالفورور غنوريهم لكم دابا. خديت هذا نوار فيه الفورور مارون وخديت هذا غري زوين بزاف عجبني الشكل ديالو الفورور ديالو رطب بزاف. وخديت هذا في الروز لونه زوين بزاف حتى شكله زوين. لي بول خديت كيف ما العاده المونطاخ طول الغوز لي ديطاي ديالهم زوينين بزاف. شوفوا كمامو كيفاش دايرين حتى الزواقه ديالو زوينه بزاف. هذا كيف ما قلت لكم مطخت وهذا الغوز حتى هو زوين بزاف مشبك كيجي زوين غيجي زوين مع داك الجيلي الغوز مع الكري اوسي هادوك مامو ستيل اخر. خديت حتى هاد لي بوط لونهم زوين بزاف وسخان كلهم فورور من الداخل وكونفورتابل في المشيه. هادو كانوا مشترياتي ديال اليوم بغيت نبارطاجيهم معكم. هنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو خليتكم على خير على امل لقاء بكم فيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.